ده 2017 و2019. خلينا اشوف ده كده، ده امتحان 2017، ده السؤال بتاعي كان عليه 28 درجة. بريفلي باختصار شديد بقول لك what are the different upper tributaries of the river Nile. هتقول لي النيل الابيض والنيل الاسود، سوري النيل الابيض والنيل الازرق وعبره. واحد تاني يقول اه لا ده في النيل الابيض وفي النيل الابيض من تحت بس في بيجي له جزء الصوبات. الاجابه دي او اللي يجيب الاجابه دي صح. لو قلت لي بس مجرد هنا في الاجابه في هنا الثلاث اسماء دول كنت بدي الثلاث درجات، النيل الابيض والنيل الازرق وعبره. طيب السؤال الثاني، سكتش ذا 1 سنتي على 10 مينتس اس سي اس ستاندر يونت هيدروجراف. المثلث الاريا مديها لك والتي سي مديهولك المثلث، بس خد بالك هو 1 سنتي فانت مش هتضرب في 12.48، انت هتضرب في 124.8. ها اه يا دكتور تمام الفرق بين تمام يا دكتور. المساله دي انا كنت وقتها بدي الكيرف نمبر ودخل ازاي يحسب الاكسس من التوتال ويطلع الاكسس وبعد كده الاكسس يبتدي يدخله على يونت هيدروجراف، لكن انا ما اديتكوش الكلام ده السنه دي فالمساله دي مش عليكم. نشوف بقى المساله اللي بعدها، انتوا الكيرف نمبر خدتوه مع دكتور اشرف السنه دي. المساله اللي بعدها احنا حليناها النهارده، احنا حليناها النهارده. اه يا دكتور تمام. طيب خلينا نفتح. اه يا دكتور، ايه دكتور المساله اللي قبليها دي مش معانا عندنا في المنهج ولا هي ولا ايه ولا لا؟ مش علينا مش علينا، ما اعرفش هم ادوكوا ايه بقى، انا ما اديتكوش السنه دي الكلام ده. انا كنت قبل كده بدي ساعات الكيرف نمبر ميثود ازاي يقدر يطلع الاكسس هيتوجراف من التوتال هيتوجراف، ده اللي كنت بديه، لكن خلاص بطلت اديه، ما اديتكوه يعني انا مش بديهولكم عليكم. تمام تمام بس كنت بديه من المعادلات تحت اهي نشتغل بيها، كنت بديهم في الاساينمنت المساله اللي انتوا واخدينها في الاساينمنت دي، بس منين؟ من اول التوتال هيتوجراف والكيرف نمبر ويحسب الاكسس، ما كنتش بديله الاكسس، كنت بديله التوتال وهو يحسب الاكسس هيتوجراف. فايل نشوف امتحان تاني ده 2017، خلينا نشوف 2019. باختصار شديد انسر ذا فولوينج واستخدم رف سكتشز اف نيسيسري عليه 10 درجات، كل سؤال درجتين. وات ار ذا ديفرنت ابر تريبيوتريز اوف ذا ريفر نايل، الثلاثه اللي قلنا عليهم. Draw a schematic sketch of the hydrographs upstream and downstream high Aswan dam. Explain the cause of the difference. تفتكروا ايه الاجابه بتاعت السؤال ده؟ Draw a schematic sketch of the hydrograph upstream and the downstream Aswan high dam. هتقول له والله upstream انا رسمتها لكم في المحاضره، هتعمل الهيدروجراف عالي كده وداونستريم حصل راوتنج فالهيدروجراف اتهد، اعمل شير ولا انتوا فاكرينها؟ لا معلش ممكن تعمل شير يا دكتور. شير اهي اعمل شير منين اهي ستوب شير وشير تاني. ايوه افتكرت المحاضره 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 فين 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 يا ترى المحاضره فين هي دي؟ لا في حاجات كتير قوي مفتوحه اصل معلش طالما طيب كنا عاملين خزان كده في حاجات كتيرة مفتوحة ولا أنا قفلتها ولا إيه؟ طب معلش أفتحها تاني. آه أنا قفلتها هفتحها تاني معلش أهو نعمل أوبن أوبن المحاضرة بتاعت النهاردة ونعمل شير. المحاضرة بتاعت النهاردة الله اه شو اول ويندوز في ويندوز كتيرة هنا اهي خلاص لقيتها شير. انا النهاردة اهو عملت معاكو في ازاي نعمل هيدرولوجيك في الراوتينج في الراوتينج في الراوتينج اهي. ارسم الاثنين دول على بعض، ما ترسمش ارسم الاثنين دول على بعض، دي ودي، ارسم لي ده بس، ده ده اهو، ارسم لي الفيجر ده، ده اب ستريم السد العالي وده داون ستريم السد العالي، الاحمر اب ستريم السد العالي، الازرق داون ستريم السد العالي، ولا انا غلطان؟
ده مش كده كمان، ده في الازرق بيبقى عامل كده، ما بتديش من زيرو، بيبقى اعلى شويه، لان انا ما بقفلش، انا بفتح شويه فتره وفترات معينه بعمل بزود شويه اللي خارج من السد وبعد كده برجع. خلاص الاجابه؟ مين اللي كانت بتسالني؟ انا يا دكتور. خلاص كده وصلت الاجابه ولا لسه؟ لا تمام. تمام طيب. شكرا يا دكتور. نرجع ستوب شير ونرجع تاني للامتحان. شير سكرين الامتحان اللي هو كان ده. شير. يبقى هنا الاجابه درو سكيماتيك سكتش، اديني ارسم لي بس الهيدروغراف اب ستريم وداون ستريم السد العالي بيبقى شكلهم عامل ازاي؟ واكسبلين الديفرنس ليه؟ جه منين؟ هتقول له والله جه لان الخزان بتاع السد العالي اللي هو بحيره ناصر بتمتص الهيدروغراف اللي جاي وبتخزنه وبعد كده بنطلعه براحتنا حسب الفتحات بتاعه التربينات اللي احنا مشغلينها. اوكي تمام يا دكتور. طيب السؤال اللي بعده state the three principles of the unit hydrograph. عندك في المحاضرات write the steps عشان تعمل تشغل هيك اتش ام اس. كنت كاتبها لك الستيبس، هنعمل بيزن موديل وهنعمل ميترولوجيكال موديل وهنعمل كنترول سبيسيفيكيشنز عشان نرن. دي ما شرحتهاش السنه دي، دي ما شرحتهاش بس انت ممكن تجاوبها، بس انا ما شرحتهاش فمش هجيبها هنا. واي سينثيتك يونت هيدروغراف ار يوز، نفس الاسئله سكتش ده 2019 ونفس المساله ونفس المساله اللي كانت في 2017 بارقامها، والله بارقامها. نفتح سنه احنا كده 2017 فتحناها. تعال نشوف امتحان 2016 ادي 2016 ده الحل بتاعه ده. خليه عايزين السؤال بتاعه. فايل اوبن. طب ما نعمل كمبيوتر براوز نروح نشوف الامتحانات مثلا 2015 اهو ده الامتحان كله. ده السؤال بتاعي هنا. انا كان عندي سؤالين هنا بس في الحاجات اللي عليكم برضو سكتش ذا 1 مينيت اس اس المثلث. وبعد كده هنا ما اديتلوش مساله، اديته مساله زي اللي في المحاضره، اديته اليونت هيدروغراف وقلت له في عندك ستورم هتنزل مش عارف ايه اللي هي المساله اللي في المحاضره. ودي اسئله نظري ودي مساله بس مجرد ان انت ترسم النتورك دياجرام. فانت هتلاقي وهنا برضو وريني الستبس بتاعت هيك اتش ام اس. اوكي ودرو اسكيماتيك سكتش عشان الهيدروغراف اب ستريم اند داون ستريم اسوان هاي دايما. نفس الحاجات بكررها. ستيت ذا 3 برينسيبلز اوف ذا يونت هيدروغراف. اوكي ده كان سؤال ما انتم ما خدتوش السنه دي فمش هجيبه. وده برضو ما اتكلمتش عليه فمش هجيبه. فعموما ما تلاقوش الامتحان مش هيخرج عن المحاضره زي ما بيقولوا قيد قيد انمله يعني ما في مش هيخرج عن المحاضره ولا الاساينمنت. ده وعد.